Salve a tutti, una nuova lezione dal libro Facile Facile a 2, unità 2, lezione 15. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات كتاب فاتشري فاتشري الدوة موجودين في الوحدة الثانية والدرس الخامس عشر. ريسبوندي اوتيليزاندو il pronome ne، أجب مستخدما الضمير ne أو i pronomi lo, la, li, le أو الضمائر lo, ولا, ولي, ولي. طبعا دي عبارة عن ضمائر مباشرة أو pronomi diretti أو ضمائر مفعول مباشرة. وطبعا il pronome ne هو عبارة عن ضمير للتجزئة، يعني لما بيكون في كمية أو عدد، يعني جزء من الكل. وهنا quanto pane compri، quanto pane compri، كم من الخبز تشتري، يعني كمية الخبز اللي هتشتريها. فهنا هقول في عندي هنا كمية un kilogrammo، un kilogrammo يبقى هقول ne compro، ne compro un kilogrammo، ne compro un chilo grammo. تمام. وهنا vuoi le fragole، هل تريد الفراولة؟ فهنا طبعا هقول ايه بقى، لو انا هقول اريدها، او طبعا هنا جمع le fragole، le fragole يبقى هنا ايه، هقول si le voglio، si le voglio، او هقول no non le voglio، si، بعد كده هنا le voglio، sì le voglio او no non le voglio. conosci quelle bambine، هل تعرف هؤلاء الطفلات، بنات صغيرة يعني. فهنا هقول يا اما sì le conosco، لو انا اعرفهم كلهم، او مثلا ne conosco solo una، اعرف منهم فقط واحدة. يعني لو في عدد هستخدم ne، لو في كلهم هستخدم le. le conosco، le conosco معناها le conosco tutte، أعرفهم كلهم. أو ne conosco solo due، مثلا أعرف منهم اثنين. تمام. وهنا sentivi i vicini، sentivi i vicini يعني هل كنت بتسمع الجيران، كانوا بيكلموك يعني. فهنا هقول إيه، si li sentivo أو no non li sentivo، si li sentivo، أيوة أنا كنت بسمعهم، sentivo. تمام. quante chiavi hai، كم من المفاتيح معك؟ فهقول ne ho، ne ho مثلا 3، ne ho 3 هنا معايا 3 منهم، يعني اللي هو 3 delle chiavi. compri il giornale، هل تشتري الجريدة؟ طبعا il giornale مذكر، فهقول sì lo compro، نعم أشتريه، أو no non lo compro، أو لا لا أشتري، lo compro أشتري، non lo compro لا أشتري. volevi una pizza، هل كنت تريد بيتزا؟ يبقى هنا sì ne volevo una، نعم كنت أريد واحدة. يبقى هنا ne volevo، volevo una، كنت أريد واحدة. accompagni لوكا، هل تصطحب لوكا؟ ماشي، يبقى هنا يعني هتوصله تمشي معاه. يبقى هنا si lo accompagno أو no non lo accompagno، si lo اللي هو لوكا طبعا، accompagno accompagno No. Sì, lo accompagno. نعم سأصطحبه، أو no non lo accompagno لا أصطحبه. mangi molta carne، هل تأكل الكثير من اللحم؟ يبقى ne mangio un po، ne mangio un po يعني أكل قليلا، ne mangio un po يعني قليل من اللحم. هنا ne تجزئة، ne mangio un po. conosci i Beatles، طبعا Beatles اللي هي فريق موسيقي، فممكن اقول si li conosco اعرفهم، او no non li conosco لا اعرفهم. تمام.
يبقى الضمير ني بنستخدمه في حالة التجزئة، وباقي الضمائر بنستخدمها في حالة الكل أو في حالة العموم.